جديد لسه مستمرين معاكم، والاهلي شرفتني نجمه بقى، بس بنت في عالم كره القدم النسائيه ونجمه فريق فاتح الوطن سبورت التركي. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لسه لله. صغيره على الاحتراف والكوره والحاجات دي. ما ده احسن حاجه. عرفي الناس بيكي بقى. انا اسمي منى طارق، بلعب منتخب مصر ومحترفه حاليا في فاتح سبور، وسابقا كنت بلعب في نادي وادي دجله. في دجله. دجله دايما بوابه احتراف اكيد نادي دجله منظومه كبيره جدا يعني، وفيها مواهب كتير يعني. انت بقالك ايه؟ بقالك كام شهر ولا كام سنه ولا؟ انا بقالي 5 شهور في تركيا يعني. 5 شهور. يعني عقود بقى، ماضي عقد. عقد كام سنة. سنه واحده. سنه مع عقد جديد بقى. ليه سنه؟ مفيش. هو الكره النسائيه غيرنا احنا كرجاله يعني. انا مضيت سنه عشان اشوف الدنيا يعني، اول سنه لي احتراف فاشوف الدنيا يعني هناك كده. مبسوطه هناك؟ الحمد لله يعني. هنتكلم في التفاصيل، بس يعني الاسئله السريعه كده، الدنيا هناك شكلها ايه؟ الكره النسائيه الدنيا هناك يعني غير يعني، الدنيا هناك يعني بيتعاملوا مع اللعيبه كان يعني كل حاجه بروفيشنال هناك يعني، عكس مصر. هناك الكره النسائيه متقدمه جدا، ليها شعبيه كبيره كجمهور، كاهتمام من الاتحاد، كاهتمام من الانديه كلها يعني. احسن حاجه كمان هناك اللي فيهم منافسه، المستويات كلها متقاربه من بعضيها، فكنتش عارف مين هياخد الدوري مين مش هياخد الدوري، فده احسن حاجه هناك يعني. انتوا المركز الكام؟ احنا حاليا الخامس يعني. الخامس؟ ليه بقى منها بقى؟ احنا مودين محترفه مصريه تكسر الدوري. مفيش يعني. هو هناك يعني احنا ممكن الخامس، احنا ممكن نبقى نصدر الدوري هناك، مفيش حاجه اسمها فرقه ضعيفه وقويه يعني، هناك الفرق كلها مستوى كله انت واحد. كام سنه؟ انا 19 يعني. 19؟ فريق اول؟ فريق اول. فريق اول. يعني كم فرقة هناك في الدوري التركي النسائي؟ هناك في دوري ممتاز، دوري به، دوري الثالث، يعني هما 3 دورات. ده فريقك؟ ده فريق. ده عرفينا مين دول؟ دي فاطمة قتاش، دي من أحسن لعيبة هناك في تركيا، اللي هي على اليمين. ودي حارس المرمى بتاعتنا، كابتن فريق. احسن لعيبه في تركيا؟ من احسن لعيبه في من تركيا، من احسن لاعبين اللاعبات. ودي حارس المرمى. دي حارس مش المرمى. مش مليانه شويه؟ هي سمعنا مش ده عضل. ده عضل بجد؟ والله. هي تركيا؟ هي تركيا ولا ايه؟ تركيا. تفهمنا؟ طب كويس. دي دي فاطمه برضه. ده اول، كان اول مباراه ليا جبت فيها هدف يعني. لسه هسالك بقى، دي في دجله؟ لا ده منتخب مصر، انا كابتن قائد المنتخب. اوكي، ده الاتحاد المصري. انت كابتن منتخب؟ لا ده احنا عندنا كلام كبير بقى. عندنا انت بتتكلمي لغه ثانيه؟ بتكلم انجليزي بس، والتركي يعني دلوقتي هتتعلمي. التركي سهل متهيألي. مش كده؟ سهل، في كلامه اكتريته عربي، بس يعني مع الوقت يعني ان شاء الله بقى احسن من كده. فيه ليه الدوري التركي؟ ولا هو ده الفريق اللي جالك احتراف؟ مفيش، انا كان جالي نادي اسبانيول في اسبانيا، بس كان فتره المنتخب ساعتها. كان عندنا تصفيات كاس عالم، كان اخر ماتش لينا ضد الكاميرون، كنا كسبنا المباراه دي، كان زماننا صعدنا كاس عالم في الاردن. بس ما حصلش نصيب. كان جالي وانا كان عندي 17 سنه اسبانيول، بس كان تركيزي كله مع المنتخب الفتره ديت، ما كنتش بفكر في اي حاجه غير اللي انا كان نفسي حلمي ان انا اوصل كاس عالم واتشاف هناك، بس ما حصلش نصيب. هم كانوا عايزيني كمان فتره معينه هناك، بس اول ما جالي النادي الفاتح وكده يعني صدقت يعني فرصه جات لي من في صغري وكده، لازم اخد اول خطوه لقدام. فدي الفرصه هتفتح لي حاجات كتير يعني قدام. بتلعبي ايه؟ انا بلعب فيرود وهاف ليفت وساعات بلاي ميكر يعني. فيرود وهاف ليفت وبلاي ميكر، ده احنا محتاجين بلاي ميكر عندنا في الاهلي. بتلعبي برجلك الشمال؟ بلعب باليمين، بس بلعب بالشمال برضه. بتلعب بالشمال لكن الاساسيه اليمين. طب كلميني على دراستك بقى. ايه؟ انا دلوقتي يعني في اولى جامعه تجاره يعني، وان شاء الله يعني بحاول على قد ما اقدر انقل جامعتي هناك، لاما لو اتنقلت لحته تانية افضل انقل جامعتي في حته تانية. فانا دلوقتي يعني بشوف يعني الدنيا. مأثره عليكي شويه الكوره او واخده من وقتك كتير؟ اكيد اكيد طبعا، بس انت اخترتيها خلاص. خلاص اخترتها، وانا حاطه في دماغي هدف معين عايزه اوصل له، فخلاص يعني، فلازم اضحي يعني. الدراسه حاجات. مجرد مسمى يبقى معاكي؟ هو مش مسمى. يعني ان انا بقى حاصل على تمام، بس انا حاطه في دماغي هدف معين في كره القدم يعني، ان شاء الله حاجه معينه ان شاء الله اوصل لها باذن الله. طب السؤال بقى اللي هو اكيد اتسالتيه قبل كده، باباكي ومامتك؟ لا بابا ومامتي دول حاجه تانية يعني. دول يعني سبورت ليا كبير جدا يعني، لهم فضل عليا كبير في اللي انا فيه لغايه دلوقتي. يعني بابا وماما دايما كانوا، انا من صغري ما كنت بلعب، انا بدات كره القدم في الاول في نادي الداخليه. كان عندي 10 سنين، فكانوا دايما بيجوا معايا النادي والتمارين، ما كانش بيسيبوني لحظه يعني. وليهم فضل كبير عليا لغايه دلوقتي يعني، وبيتعبوا عشان يعني الحمد لله يعني. وهم سبب اللي انا فيه دلوقتي، سبورت ليا كبير يعني. انت عندك كم اخ وكم اخت؟ احنا 5، 3 بنات وولدين، 3 بنات بيا وولدين. بس كويس ان باباكي سابك تحترفي وكده. اكيد. هو ده حلمي، وهو شايف اللي انا يعني
انا خلاص اخترت الحاجه ديت، فهو عمره ما يقف قصادي يعني، هو كان هو يفضل جنبي يعني لغايه ما اوصل للحلم الاكبر باذن الله. انا عندي مريم بنتي، يا رب ما تكون بتسمعنا. يا رب ما تكون بتسمعنا. ليه بس؟ عشان عايز تلعب كوره، بس انا بصراحه ضد الفكره. ليه بقى؟ والله دي حاجه حلوه. شفتي؟ انا ضد الفكره. والله حاجه حلوه جدا. يعني ساعات بشوف البنات كده يعني الكوره لعبه عنيفه. ولعبه تحسي ان شفتي الكوره الاهلي والافريقيا، وشفتي يعني بتبقى حجم المنافسات ازاي والضرب ازاي والاحتكاكات والالتحامات، وانتوا بنات فالموضوع بالنسبه لنا شايفه كده ما فيهاش حاجه والله. يعني انتوا عايزين تقتحموا كل حاجه من لا مش نقتحم. احنا عايز اقول لك حضرتك يعني احنا عندنا مواهب كتير كويسه جدا، وعندنا يعني مش مبالغ ولا حاجه، انا دايما بقول الجمله دي، عندنا لعيبه بنات بتلعب احسن من الولاد بيلعبوا في الدوري الممتاز. مش قصدي اقطع ولا اي حاجه. مش قصدي تقطعي، امال لو قطعتي تعملي ايه؟ والله مش قصدي يعني، بس فعلا في بنات موهوبه جدا يعني احسن من اللي في الدوري الممتاز. والله مش ببالغ فعلا. بجد؟ والله ما ببالغ، بس هم مش واخدين يعني الشو، الشو الاعلامي، مش محدش باصص عليهم. بس احنا في مصر هنا يعني الكره النسائيه ممكن مش شافه قوي، عشان كده مثلا نستغرب ازاي بنت تلعب كوره كده يعني. طب انا معايا تليفون مهم جدا بقى، يعني شفتي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، منور الدنيا يا دكتور. الو الو يا دكتور. الصوت ضعيف، حضرتك سامعني كده؟ اه كده سامعك. دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، اهلا بحضرتك ومنور الدنيا في الاهلي. مساء الخير ليك واهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. يا رب يخليك وانت طيب والمصريين كلهم والرياضه المصريه شباب مصر. يعني انا من ساعه ما حضرتك توليت المسؤوليه وانا دايما بقول على حضرتك ان انت بتنهج من كتر الجري اللي عايز تعمله، من كتر الخطوات اللي عايز تنجزها وتخلصها، واكيد ان شاء الله ربنا معاك في كل حاجه بتعملها يا دكتور. شكرين جدا يا رب، وربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك. انا معايا منا طارق حضرتك لو ازيك يا منا؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ منا يعني اتفضل. انا اولا فخور ان انا قعدت معاك. والله يا دكتور شرف. انت نموذج جيد جدا للفتاه المصريه اللي ادت مثل جيد للبنت الجدعه كده الرياضيه. ربنا يخلي حضرتك. بتحب بلدها جدا، ولما بتطلب وهي خايفه على بلدها. دكتور اشرف يعني ده طبعا فخر ليا طبعا، وكلامه ليا ده حافز كبير ليا يعني، وليا الشرف يعني. دكتور هل في يعني في اولويات للكره النسائيه في المرحله الجايه من وجهه نظر حضرتك، ناوي تهتم بالكره النسائيه؟ بص هو الصوت مش متجمع كويس بيقطع، بس انا هحاول بقدر اللي انا سمعته يعني جاوب على السؤال. الكره النسائيه مرت بمراحل كتير في مصر، لكن اكيد اتحاد الكوره هيولي ليها اهتمام وهي موجوده، لكن عايزه اهتمام اكتر من كده. انا بعد مقابله منا اكيد اتواصل، انت عارف الفتره الصغيره ديت احنا مشغولين جدا يعني بالتجهيزات الاولانيه عشان 2019 كره القدم، لكن اكيد انا يعني هتداول مع مجلس اداره اتحاد الكوره والمهندس هاني بخصوص كرة القدم النسائية، وبنهتم طالما في يعني عندنا محترفين بالشكل زي منا بقى اكيد هيكون الفترة الجاية افضل ان شاء الله. دكتور اشرف استاذنك نعاود الاتصال بحضرتك، لان انا نفسي اتكلم مع حضرتك وكذا استفسار، استاذنك نعاود الاتصال بحضرتك حالا دلوقتي. يا ريت يا جماعه نحاول نجيب دكتور اشرف تاني، عندنا استفسارات كتير جدا. دكتور اشرف صبحي يعني وزير الرياضه طبعا نفسه. يعني ده حاجه فخور انه قاعد معاكي. والله فخر ليا طبعا. شكلي اغير رايي بقى واخلي مريم تعرف. ايوه انا بقول كده برضه. كان امبارح بيكرمك كمان؟ اه امبارح قعدنا نتكلم في بعض الحاجات وكده، ففي الاخر في اخر القعده فكرمني وكده يعني، كانت حاجه كبيره بالنسبه لي يعني. قال لك ايه؟ غير اللي قاله لنا بقى هنا على الهواء. ولما اتكلمت معاه بعض الكلام يعني الفترة الجاية إن شاء الله في الكرة النسائية يبقى فيه اهتمام أكتر ويبقى فيه حاجات كويسة، وكان كلامه يعني ليه تحفيز يعني إن أنا أعمل حاجة كويسة وأشرف بلدي بإذن الله أبقى مثل مشرف. أرجع أسألك على باباكي تاني ومامتك، كان دورهم كبير جدا إن أنت تحترفي، ونادر قوي إن إحنا معانا دكتور أشرف يا جماعة. نويل دور كبير، وان هم وافقوا ان هم تحترفوا وتبعدي عنهم طبعا، الموضوع بيبقى صعب خلي بالك بالنسبه لي. هو اكيد بيبقى صعب في الاول، اللي انا مثلا يعني رايحه بلد تانية ماليش صحاب فيها، ماليش اهل، ماليش اي حاجه، فهم كانوا في الاول خايفين. بس خلاص هي الفكره انا خلاص خدت القرار دوت، فهم شايفين اللي ده في مصلحتي، فهم ما اعترضوش خالص.
يعني حتى بابا كان كلامه ليا كان دايما خلاص انا مش هعمل، انا هقف جنبك دايما ومش هقف في طريقك طول ما انت اللي شايفه ده صح، خلاص اعمليه. خلاص كمان بعد ما سبت الوزير اتكلم خلاص بقى الموضوع كده. بس يعني بابا ليه فضل كبير عليا يعني لغايه دلوقتي. طيب استاذنك معانا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، اهلا بيك يا سياده الوزير مره تانية. كده الصوت كويس يا فندم؟ في حاجه يا جماعه، في حاجه في التليفونات يا جماعه، لازم نجيبه تاني. بس فبابا يعني عشان هو شايفني حاجه هبقى حاجه كويسه باذن الله، باذن الله وان شاء الله عمري ما اخيب امله وهوصل للحلم اللي انا عايزاه، عشان هو فعلا تعب معايا كتير هو وماما، فان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه. دوافع كبيره قوي ليكي يا منى بعد كمان اهتمام سياده الوزير بيكي وتكريمه ليكي، وكمان المداخله اللي بيعملها عشان يكلمك ويكرمك كمان على الهوا، وان هو فخور بيكي وكمان باباكي ومامتك، اكيد بقى هتديكي دوافع كبيره جدا. اكيد دي دفعه كسرت الدنيا. اكيد دي دفعه كبيره لي جدا ليا، وده مدي يعني ده مسؤوليه اكبر كمان عليا، اللي انا لازم اعمل اقصى حاجه عندي عشان اوصل لحاجه معينه، وعشان اخلي الناس دي كلها تبقى فخورين بيا وادي الثقه بتاعتهم ديت، يعني لازم يعني باذن الله يعني اعمل اقصى حاجه عندي عشان اوصل لحاجه كويسه. تعرج عليك بقى بتقولي ان في بنات بتلعب كوره احسن من الولاد في الدوري الممتاز كمان، خدتي من فين الجراه في التصريح ده؟ مش خدت من فين الجراه انا، بس في يعني في مقاله كده دايما يقولوها الكره للبنات، الكره للولاد بس، فانا اكتر دي اكتر جمله بكرهها فعلا في حياتي. عشان فعلا انتوا لو شفتوا فعلا البنات اللي بتلعب هتغيروا فكره، فكرتكم ده تتغير عامه يعني، فعلا والله مش ببالغ، بنات كتير لعيبه جدا وموهوبه جدا وافضل مني كمان، لو خدوا الفرصه هيبقى افضل مني بكتير، بس مفيش فرصه ليهم متاحه. مفيش، بس فعلا والله في بنات كتير موهوبه. الدكتور اشرف بيقول ان شاء الله الفتره الجايه يهتم بالموضوع باذن الله. اكيد يعني باذن الله، واحنا اصلا كمان يعني باذن الله يبقى عندنا منتخب قوي جدا الفتره الجايه باذن الله لو في منتخب يعني. لكن تفتكر لو بنت نزلت تلعب كده في وسط يعني هيبقى الموضوع ازاي؟ هتقدر تقاوم الكات والضرب انا من صغري وانا بلعب مع اولاد اصلا ما كنتش بلعب مع بنات، وكنت في بطولة رمضان كنت باخد احسن لعيبه في وسط الولاد دي كلها كمان والله. وعلى فكره في المنتخب كنا بنلعب في المنتخب ولاد دايما، وكنا دايما نكسبهم، ولاد 17 سنه 18 سنه كنا بنكسبهم في المباريات الودي. ولا هما كانوا بيسيبوكوا تكسبوا؟ لا والله ابدا، كانوا بيخشوا جامد وكده فعلا. والله كنا بنكسب. دي حاجات ليك اهي بنعرضها اهي على الشاشه عشان الناس يشوفوا منها بتتكلم يا جماعه بمنتهى الثقه يا جماعه، يعني بتقول لك ان في بنات بتلعب احسن من الولاد في الدوري الممتاز. في الدوري الممتاز ولا الناشئين قصدك؟ الممتاز كله والله. الممتاز كمان؟ انا يعني مش عارف يا منه. ماشي، انا هصدقك لغايه لما اشوف بقى بعناية. كلميني عن حبك للكوره من وانت صغيره واصرارك وعزيمتك ان انت كمان تسيبي مصر وتطلعي تعيشي بره لوحدك في تركيا، وكلميني عن حياتك بره لوحدك ازاي؟ بتعيشيها ازاي؟ عايشه في النادي ولا بره النادي؟ لا، عايشه في شقه تبع النادي. طبعا حبي لكره القدم دي بدات من صغري وانا عندي 6 سنين، يعني ما كنتش بعمل حاجه في حياتي غير بتفرج على كوره وبلعب كره قدم دايما. بس يعني انا ممكن وانا صغيره بحب حاجات كتير، يعني ممكن مثلا في الوقت اللي بيبقى فيه اجازه وكده في ناس بنات غيري بتسافر وتعمل، انا كنت بروح تمارين معسكرات مع المنتخب دايما، يعني بحب حاجات كتير عشان اوصل اللي انا فيه دوت. بس طالما انا اخترت الطريق دوت خلاص لازم اكمل فيه لغايه اخره، يعني خلاص انا من طالما انا حطيت هدف في دماغي لازم اكمل فيه. بس يعني انا دلوقتي في تركيا، ممكن في الاول اول شهرين عانيت كتير لسه بلد. عانيت في ايه بقى قولي لي؟ عانيت كان في اللغه، ما كانش بيتكلموا انجليزي قوي يعني. ما حدش فيهم بيتكلم انجليزي التركي. اشارات كان اشارات على كده على جوجل وكده. بس ما كانش بلد اول مره اروحها، مالي الصحاب فيها، فرقه جديده لسه داخله عليها، ثقافه جديده، فكل ده كان حاجات يعني بعاني فيها في الاول، اماكن ما كنتش بعرف اروح فين واجي منين. بس يعني ده حال فريق جديد ماليش صحاب فيه، فريق الله يعني ما كنتش اعرف بقى اللي هم يستقبلوا لي ازاي. بس الحمد لله يعني اول شهر عدى، يعني هم الناس كانوا هناك معايا كويسين جدا، حتى رئيس النادي دايما كان معايا، واللعيبه ما كانش بيحسوني باي حاجه اللي انا غريبه او اي حاجه. اول ما جيت دخلوني في وسط الفريق بسرعه. احسن حاجه في الفريق اللي انا فيه يعني اللي هم زي عيله مع بعض، يعني دي افضل حاجه، مش مثلا واحده جديده جت لا دي جد يفضلوا لا دي ما مثلا ياخدوا جنبي مني، لا بالعكس كانوا يدخلوني وسط الفريق بسرعه يعني. والحمد لله يعني على قد ما قدرت يعني بقيت واحده من الفريق، اتاقلمت بسرعه يعني. انتوا بتعملوا جمل كمان في الماتشات اهي في جمل. مين اكتر مدرب اثر فيكي بقى؟ اكتر مدرب في حياتي كلها
أنا أكيد كلهم أثروا فيكي لكن أكيد أكيد كلهم يعني واتعلمت منهم كلهم، بس كابتن محمد سعد ده كان مدربنا في المنتخب مصر الأول. كابتن محمد سعد يعني ما شاء الله عليه من أحسن المدربين اللي اتمرنت معاهم في حياتي وتعلمت منه حاجات كتير يعني. كابتن محمد سعد طب قولي لي كم محترفة في الدوري التركي؟ حالياً؟ دي فرصة تضيعيها بقى، دي فرصة تضيعيها. عارفة الصراحة كنا كسبانين 4. طيب يعني كسبان 4 تتدلعي بقى. لا بس ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. كان في السنة اللي فاتت كان في 3 محترفين، كان في كابتن إنجي عطية ومهد دمرداش وكان في كابتن سارة عبد الله، دول كانوا محترفين في نادي طرابزون التركي. بس حالياً رجعوا. لا 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 دي جامده جدا يا جماعه. وحاليا رجع وكان في معايا بتلعب في فريق اسمه التشير سالي منصور، بس برضو رجعت. انا كنت مطوله شعرك مش كده؟ شعري كان كده كده ولا هو كان كده؟ لا كان كده. تمام. سالي منصور بس يمكن قصوا لك شعرك هناك بقى. سالي منصور محترفه في التشير يعني. وانا يعني كام؟ هم اثنين. اثنين؟ اه سالي منصور عندها 28 سنه انت لسه ما شاء الله. لسه ما شاء الله ناويه تكملي هناك ولا واخداها محطه ولا قولي لي برضو تفكيرك ازاي؟ لا انا حاطه في دماغي يعني اللي دي اول محطه ليا وان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى في حاجه احسن وافضل يعني باذن الله. في حاجه فعلا؟ هو حاليا في باشكتاش كان عايزيني في يناير. باشكتاش ده اقوى فريق هناك اصلا. اه طبعا باشكتاش. في البنات كمان بس الفريق عندي ما وافقش. هم كانوا عايزيني في يناير. بس انا حاطه في دماغي يعني اللي ان شاء الله اطلع بره تركيا يعني. دي اول محطه ليا والمحطه الجايه حاجه بره يعني تركيا باذن الله في اوروبا. عشان الموضوع جديد بالنسبه لي انا اقعد اتكلم مع بنوته بتلعب كوره واحتراف وكده، فانا حاسه انا بتكلم على لعيب فعلا يا جماعه محترف يعني مش بنوته. قولي لي بقى اكيد قابلتي حاجات كتير في حياتك زي انا مثلا بتلعبي كوره ليه وكوره مش للبنات والكوره مش عارف للولاد، كنت بتتغلبي على الكلام ده ازاي؟ كل ده كنت باخده سبورت ليا كبير يعني، ما كنتش بيفرق معايا كلامهم ولا اي حاجه طالما انا بعمل حاجه بحبها فهم مش فارقين معايا اي كلام. حد اكيد كلام كتير سمعته، ازاي بنتي بتلعب كوره، ازاي بنتي بتلعب كوره، انت كوره للولاد بس ما اعرفش ايه، بس كل ده كنت باخده كلام يعني كنت باخده حافز ليا وحاجات افضل ليا يعني. تمام. بس حتى لما احترفت كان في بعض الكلام بنتي احترفت ما اعرفش ايه. مامتك بقى قابلت موضوع الاحتراف ده ازاي؟ واصحابها بقى وازاي تسيبي بقى ازاي منا بقى؟ ايوه بالظبط. مامتك استاذه هويده شفت انا عارف اسمها ازاي؟ مامتي كانت يعني من اكتر الناس ممكن اللي هي كانت مديها ان انا ابعد عنها عشان انا اصغر واحده في البيت فهي متعلقه بيا. ولا انت كنت شقيه بقى وقالوا خلاص؟ لا يعني لا لا والله انا عشان هي متعلقه بيا عشان انا اصغر واحده في البيت ودايما يعني معاها. طبعا طبعا. فكانت المساله صعبه عليها قوي يعني. بس يعني هي ما بينتش دوت يعني في الاول. ما بينتش. عشان ادتك بوش. ايوه بالظبط. فدي يعني كانت حاجه يعني حلوه يعني. انت بتروحي وبترجعي كل قد ايه؟ انا المفروض الدوري دلوقتي الدور الاول متوقف، هبدا الدوري يوم 10/2 اول ماتش ليا. انا راجعه يوم الاحد الجاي ان شاء الله يعني تركيا. يعني قعدت 10 ايام. 10 ايام اجازه. زمان برضو مامتك ما بيكفيهاش 10 ايام فعلا. صح. وانت مسافره بتعمل ايه؟ بتفضل تعيط. استاذه وايده اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. الو الو هو الخطوط النهارده عشان الجو برد. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه وايده. انت عامل ايه حضرتك يا رب؟ ربنا يخليك. الحمد لله احنا كله تمام ومنا منورانا واكيد منوره لكم البيت في الاجازه الصغيره اللي هي بتقعدها معاكي. لسه كنت بسالها ازاي بتسيبيها تسافر، اكيد طبعا بتوحشك و10 ايام مش كفايه، وان انت توافقي على تجربه احتراف لبنتك يعني الموضوع كان بالنسبه لك صعب؟ ايوه حضرتك طبعا بالنسبه لنا حضرتك صعب طبعا ان هي بنتي ان هي تسافر، فدي امنيه حياتها طبعا. لكن طبعا اكيد اكيد بتكلموا في التليفون كتير، بتتابعيه على طول؟ تليفون جديد. الزر البرد مأثر على التليفونات. في حاجه سامعاني؟ سامعاني كده حضرتك؟ لا الصوت بيقطع. طب نكلمك تاني نكلمك تاني. البرد مأثر على كل حاجه يا منى. البرد مش طبيعي اليومين دول. مش عارفه انا مش بسخن عليك ولا تكوني فاكراني خالص. ده لسه اكلم كمان باباك. انت قلت لي عندك اخوات ولاد؟ اه احنا اتنين. اكبر منك؟ انا اصغر واحده في البيت. انت اصغر؟ عندهم كام سنه؟ اخويا عنده 28 سنه اكبر واحد. واخويا واختي متجوزه. مين اللي كان معترض على فكره الاحتراف؟ لا مفيش. بجد؟ لا والله. اه انت بتسخني. ده انت اللي بتسخني بنتي عليا. لا لا والله محدش فاهم. كويس انا مش هروح البيت بعد قلت لي كنت بتتغلبي على
الناس بيقول لك لا منه وبلاش احتراف، واكيد برضو قرايبك لا منه ما تحترفش والموضوع صعب، وازاي بنت بقى تسافر لوحدها. بالظبط. فهم فكل دوت يعني كانش في دماغي، خلاص انا في دماغي حاجه هعملها يعني هعملها، فانا شايفه نفسي ده مستقبلي وحاجه هعمل حاجه ان شاء الله كويسه. بس وكمان بالعكس يعني في حاجه دلوقتي انا الحمد لله الحمد لله اول ما وصلت الاول خطوه ديت ناس كتير كانت معترضه، الناس دي دلوقتي بقوا واقفين معايا يعني وكده، يعني دايما بقوا في صفي ودايما يعني بيقولوا كلام ليا يحفزني وكده يعني عكس الاول. طب احنا ماما معانا تاني، طب رحبي بيها بقى. ازيك يا ماما؟ سمعانا كويس كده يا استاذ وايده؟ ايوه سمعان حضرتك. طيب تمام. كنت بسال حضرتك، انت وافقتي على تجربه احتراف منا واكيد الموضوع كان بالنسبه لك صعب، واكيد بقى كان في حد من القرايب بلاش منا تسافر، ولسه بسال منا في الكلام ده كله. لا ما حدش عارف والله، ده هم كلهم كانوا مشجعينها من كل عيله يعني ما حدش عارف. صعب علي بنت يعني، لا الصوت صعب جدا. انا عايش فتره صعبه كام شهر اللي غديته عني ده اكيد. الو الو، احنا بنسمعك بصعوبه، مش عارف بقى الارسال ولا الجو برد زي ما منا بتقول، لكن بتتابعي منا على طول في تركيا؟ سامعك تمام. بتتابعيها على طول في تركيا وبتطمني عليها اول باول؟ ايوه طبعا. تدعموها يعني بتدعميها ازاي؟ قولي لي برضو، قولي لي بتدعمي منا ازاي لما ترجع لك تقول لك اصل انا مش عارف مين ما كانش عايز نلعب كوره، وانا النهارده خسرنا، وانا عايز اسافر وعايز ابقى عندي طموحات، دعمك ازاي ليها؟ حضرتك انا كنت بدعمها وكنت طبعا كنت بشجعها واقول لها خسرتي النهارده بكره تكسبي، ويعني ما فيش حاجه تقف قصادك وكده، كنت بشجع حضرتك يعني. اكتر مره جات لك زعلانه كانت تفتكريها؟ ايوه اخر مره اللي هي اما لعبت في تركيا طبعا وكده، فانا قعدت بقى بتكلم معاها عامله ايه في الفريق يا منى وتشجعي ومش عارف ايه، قلت لها لا ما تزعليش النهارده نخسر بكره نكسب يعني، ويخلي طموحك تبقى قدامك ومفيش حاجه تقف قدامك، وحضرتك كده بتشجعها يعني زي اي ام كده بتشجع بنتها. ربنا يخليكي ليها يا استاذه هويده. يا رب يخليك، يا رب يخليك يا كابتن، وان شاء الله كده تكون حاجه مشرفه ليكوا ومشرفه لمصر كمان، يا رب ليها ولبلدها ان شاء الله. كبير انا بشكرك. عايز تقول لها حاجه؟ ده نقفل. يا رب عايز اقول لها شر العين يا رب وشر الاصابات، ربنا يخليها ليا، ربنا يوفقها يا رب هي واللي زيها اللهم. ربنا يخليك. منى هتقول لك ايه؟ منى بقى عايزه تكلمني. عايز اقول لها ربنا يخليك ليا ويرد لك كل جمالك، انت يعني وقفتي جنبي كتير جدا وحاجات كتير صعبه عديتيها معايا، وباذن الله يعني على قد ما اقدر احاول احقق حلمك وحلمي اللي انا نفسي فيه واللي انت نفسك تشوفيني فيه، وبحبك يعني ربنا يخليك ليا. اوكي باباكي وبابا برضو. لا بابا ده حاجه تانية يعني، بابا ده فوق دماغي واللي عمله معايا يعني ما كلام ما يوصفوش يعني. ربنا يخليك، ربنا يخلي ليا يعني. انا بشكرك استاذه وايده، وان شاء الله تشوفيها زي ما انت عايزه واكتر كمان. باباكي انا عمال اغششك باباكي كده دايما الاب منسي كده. لا ربنا يخليهم ليك يا رب. شكرا لحضرتك. قولي لي لما رحتي تركيا الموضوع مختلف، الحاله الاحترافيه هناك مختلفه، الكوره مختلفه، اكيد مختلفه. اكيد. لكن ازاي مختلفه؟ هناك مختلفه يعني عشان في اهتمام اكبر هناك، الكوره النسائيه هناك رقم واحد عندهم كمان. بيبقى في اهتمام اعلامي كبير جدا، في شعبيات شعب يعني ليها شعبيه كبيره، ليها جماهير يعني، حتى النادي بتاعي ليه جمهوره كله. فهناك يعني بتبقى مثلا الكوره النسائيه عكس مصر يعني، ممكن في مصر مفيش يعني اللعب مختلف كمان. اللي على الفتره اللي انا لعبت فيها في مصر يعني الفترة القصيرة اللي لعبت فيها في تركيا ديت يعني في حاجات كتير، فروقات كتير جدا جدا بين هنا، هناك ماشيين على سيستم معين، هناك كل حاجة بروفيشنال يعني كماتشات كلعيبة كبنيان جسم لعيبة ككل حاجة، هناك متأسسين صح من صغرهم كمان يعني. مع اني شفت اللعيبة اللي انت تقولي عليها من أحرف اللاعبات في تركيا، صغيرة بس جسمها بس عضلاتها ما شاء الله يعني. والجول اللي قلت لك عضل 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 والله هناك، بس حتى لو العضل كبير الرشاقة بتبقى قليلة. اكيد اكيد. انا اصلا يعني انا اعتبر انا اضعف جسم هناك في الدوري التركي، اصغر جسم واضعف جسم هناك ما شاء الله يعني. لازم ماما تاكد حاجه، ما لازم مش عندنا هنا بقى حاجه ثانيه يعني. هناك في اهتمام كبير بالكره النسائيه في تركيا يعني عكس مصر يعني،
عشان ده كده ده هناك يعني يعني بيخلي مثلا اللعيبه تطلع احسن من عند احسن ما عندها عشان بتلاقي كل حاجه تلاقي الدعم الكافي بيوفر للعيبه كل حاجه طول ما انت بتوفر للعيب كل حاجه اللعيب هيدي احسن حاجه عنده. ما انت خلي بالك اختلاف الثقافات منا اكيد طبعا ايوه اكيد الثقافه في مصر ازاي انت شايفه اكيد بس احنا بس احنا ككوره يعني في بنات افضل يعني من بره ككوره ككوره افضل يعني مصر عموما انا دايما بقول والله حتى رجاله بنات كوره افضل هم احسن في حاجات كتير قوي مش في فعلا بس هم هم متاسسين صح ده الفرق بقى هم الاساس بتاع الكوره عندهم افضل يعني مين اكتر واحده قريبه ليكي في الفريق هناك فاطمه قداش فاطمه اللي هي فاطمه وواحده صاحبتي تانية اسمها التون يعني اسمها ايه؟ التون التون عندها كام سنه؟ التون دي عندها 20 سنه انتوا اكبر واحده عندكم كام سنه؟ اكبر واحده عندها 28 29 29 حاجه زي كده حارس المرمى هي اكبر واحده عندنا 29 سنه من السن الصغير في الفريق انا اصغر واحده اصغر واحده كمان 19 سنه دي اصغر واحده في الفريق وفاطمه عندها 24 سنه كلميني برضو عن اصحابك في المنتخب وحياتك في المنتخب وبيكلموك ازاي نفسهم يحترفوا انت بتنقل لهم التجربه ازاي طبعا عماله تلعبي في دماغهم لا بص هما دايما بتواصل بيهم كلهم دايما ودايما يعني على بعض على تواصل هما بجد يعني دايما كانوا بيفضلوا يتكلموا معايا شد حيلك طلع افضل ما عندك شرفينا وكده كانوا دايما بيقولوا الكلام ليا كويس جدا واكيد نفسهم يحترفوا ونفس اي حد يحترف طبعا بره مصر ياخد الخطوه ديت فدي حاجه كبيره جدا وهم يعني نفسهم المنتخب يرجع تاني ونتجمع تاني عشان نعمل حاجه كويسه عشان احنا فعلا كنا منتخب قوي جدا والفتره الاخيره اللي كان فيها المنتخب احنا وصلنا امم افريقيا وتصفيات كاس عالم طلعنا من اخر ماتش من تصفيات كاس عالم فدي كانت حاجه عمرها ما حصلت في انجازات الكره النسائيه عامه يعني فكان في جيل كويس جيل يقدر يعمل حاجه لمصر بس فجاه ما فيش منتخب فدي بتبقى حاجه صعبه بتاثر على نفسيه اللعيب كان انت بتلعب كان ايه الاسباب تعرفي انا ما اعرفش اسباب بالظبط بس هي ساعه ما دكتور صحه ثابت الكره الاتحاد الكره ما بقاش فيه منتخب ولا اي حاجه ما اعرفش بقى ليه هو الدكتور اشرف انا كنت اساله بس مش عارف السؤال بس بيبقى حاجه صعبه لما انت تلعب دوري من غير منتخب طب انت تلعب دوري ليه من غير هدف بس انت بتلعب دوري عشان نفسك تروح المنتخب مثلا مش تلعب دوري ومفيش منتخب في الاخر اكيد هيرجع تاني يعني اكيد ان شاء الله هيرجع يعني وانا طبعا وكلام دكتور اشرف ليا طبعا اللي ان شاء الله الفتره الجايه يبقى غير يعني وحتى دكتور دينا لما قعدت معاها وبرده كرمتني واتكلمت معايا قالت الفتره الجايه تبقى في حاجات كتير كويسه للكره النسائيه في مصر الحلقه اكلمك على الحاله الماديه في العموم طبعا احسن من هنا بكتير اكيد احسن من يعني هنا احسن من هنا بكتير هناك بيفرق عشان هناك عقد وكده فبتبقى افضل من هنا يعني هنا استمارات بس هنا استمارات مفيش عقد لعيب فبتبقى افضل اكيد يعني واللي هو ممكن بقى نتغدى وخلاص بالظبط او نتعشى بعد الماتش بس اكتريت البنات اللي بتلعب كوره في مصر انا ما بفرقش معاها الفلوس هي بتحب الكوره بتلعب للكوره يعني مش فارق معاها بس خدتيها حاله احترافيه اكيد خدتها حاله احترافيه بس انا ما بفكرش في فلوس عامه يعني خالص دلوقتي لا خالص ما احنا بس الحمد لله يعني هي دي بتكلم في العموم عشان الناس تعرف اكيد طبعا ان في عائد مادي بس طبعا مش زي لا مش زي الولاد طبعا شفتي بقى وكمان ممكن مثلا يبقى زي الولاد واكتر كمان ممكن مثلا في اسبانيا في المانيا في امريكا البلاد ديت يعني المتواجد زي الولاد واكتر اكتر كمان لا بجد ده اليكس مورجان يعني ما شاء الله ومارتا والناس دي لا غير يعني عقودهم كام ما اعرفش بس كتير كمان غير مثلا عربيه كل سنه وما اعرفش ايه لا العربيه كل سنه حاجات دي بتاع يعني هدايا بره ايوه هدايا بره انا بتكلم في القيمه الماديه لا كتير جدا كمان بس اكيد مش زي لا زي الولاد هناك بره في اوروبا في امريكا والبلاد ديت بيبقوا مهتمين بكره النسائيه جدا 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 كمان يعني بنسمع مثلا 40,000 دولار في الاسبوع و30,000 دولار ممكن في الاسبوع ممكن فعلا؟ اه والله اتفكر خليني افكر بقى والله ما بهزرش فعلا بس انا يعني قلتي كلام جميل جدا ان الماديات بالنسبه لي ما بتفرقش ما مش فارقه معايا يعني انا لو كانت بتفرق معايا يعني كنت فكرت في اسبانيول في الاول كنت خدتها خطوه وكنتش كملت في المنتخب هو اللي ما بفكرش في الماديات وبفكر في المجد الشخصي الماديات بتجيله بتجري وراه اكيد طبعا غير اللي بيفكر في الفلوس طول ما انت بتفكر في الفلوس عمرك ما هتوصل في حاجه انت هتبص الفلوس فلوس مش هتوصل لحاجه معينه مش هتوصل لهدفك اللي انت عايزه انت فكر في الاول في هدفك وفكر في اللي انت عايز توصل ليه وكل حاجه هتجي لك زي ما هي بس تعالى نوضحها لان النقطه دي بيحبوها قوي احنا بنحب نتكلم في القصه دي اللي بيفكر في الفلوس هو ليه هدف بس هدفه مش زي اللي ما فكرش فيه اكيد طبعا يعني هو بالنسبه له وصل لهدفه ان هو خد مبلغ كبير هيعمل بيه ايه لكن اللي بيفكر في المجد الشخصي وفكر ان هو يبقى ليه
مش بيرد جميل يعني، بيبقى ليه عشقه من الجماهير، وازاي الجماهير دي ما يقدرش يسيبها، اكيد بيبقى المكافاه بتاعته اكبر بكتير من الفلوس. اكيد طبعا يعني بيكسب، اهم حاجه محبه الناس دي، محبه الناس دي يعني تغني عن ملايين الدنيا يعني. بس طول ما انت تفكر في هدفك وتفكر في حلمك من غير ما تفكر في الماديات هتوصل. بتشجعي ايه في الكوره؟ ما تبقى عادي، مش يعني مش لازم اهلي، خلي بالك. مش لازم اهلي خالص. لا لا عادي عادي، انا بشجع بايرن ميونخ وبحب برشلونه برضه. لو في مصر؟ في مصر الاهلي اكيد. اكيد. طب ودجله؟ ودجله برضه بحب دجله وكل حاجه. انا بحب دجله، خلي بالك. بحب دجله. بحب دجله كمؤسسه ليها فكره احترافي. ماجد سامي حاجه جميله جدا، استاذ ماجد سامي بيعمل حاجات جديده دايما اكيد، وبيطلع لعيبه كبيره جدا ومن قطاع الناشئين مهتمين بيهم جدا يعني، فمنظومه كويسه جدا ومنظومه. مين اللي كان بيمرنك في دجله؟ كابتن محمد كمال. محمد كمال. انت في دجله من كام سنه قلتي لي؟ بقى لي 4 سنين، من عندي 14 سنه. 14 سنه، يعني انت بداتي كوره فعليا من وانت عندك 14 سنه؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين. في الداخليه. ده انا في الداخليه. الداخليه. نادي الداخليه. خبر ابيض. انا اول مره اعرف الداخليه فيها كره نساء دلوقتي حاليا. لا انا انتقلت لدجله لما نادي الداخليه جمد النشاط. انتقلت بقى لدجله. يعني الداخليه كانوا عاملين نشاط كره نسائيه وبعد كده الداخليه كان بينافس كمان على الدوري دايما. لو النشاط مين اكثر فرق اللي بياخدوا الدوري في الكره النسائيه في مصر؟ دجله خدوا 10 مرات على التوالي. انا خدت الدوري مع دجله 4 سنين ورا بعض يعني. يعني ايه المميزات اللي بيعملها دجله غير الحاله الاحترافيه؟ مفيش. ممكن سفاركم مثلا بره؟ في معسكرات دايما، معسكرات دايما، اي بطوله بره بنشارك فيها بره مصر عامه كماديات بتكون افضل. يعني دجله ممكن يعني الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي هي واخده حقها يعني، واخده حقها جدا كمان. تعالى نتكلم بقى في كبنوته بقى، نتكلم كبنوته بقى. يعني انت عارفه الراجل المصري يقول لك لا انا ما ارتبطش بواحده بقى بتسافر، وانت عارفه بقى احنا رجاله وفرقيين بقى. لو حصل الكلام ده بقى بالنسبه لك هتختاري برضو التجربه الاحترافيه ولا ساعات بقى لسه بدري؟ بس انا بكلمك عشان تفتكري كلامي بعد كده، ولا ساعات احنا خلاص بقى نرجع نحن لبلدنا تاني؟ واكيد طبعا اي حد بيسافر بره على البلد لازم بيحن لها، بيبقى في حاجه فيها كده وحشاك. لا انا بتكلم بقى خلاص ان انت عايزه تعملي اسره. بالظبط. انت بقى كمان كبرنا وعايزين نعمل اسره، هل الكره تتعرض معاكي ومع تفكيرك، ولا هتقولي لا الكره ليها وقتها والحياه الاسريه ليها وقتها، ولا هتختاري حد ان هو بيعمل لك سبورت؟ بالظبط. انا اكيد طبعا يعني اي حد يعني انا هرتبط بيه او اي حاجه لازم يبقى متقبل الفكره ان انا بلعب كوره ويقف جنبي دايما ويشجعني. يعني في بنات كتير متجوزه وبتلعب كوره ومعاها اولادها. فاكيد يعني لو شخص غير كده مش متقبل الفكره دي اكيد لا مش هقبل يعني. ماشي يعني نشوف بعد كده من الظروف بتتغير. خلي بالك صدقني والله. ممكن ترتبطي بحد وخلاص يعني، انت بتختاريه هو بتفضلي حاجات كتير جدا، وممكن الكوره خلاص تبقى. لا انا عندي في عقلك فالدنيا. انا عامه يعني الكوره عندي رقم واحد في حياتي كلها. هي رقم واحد عندي يعني. باباكي بيكلمك كل قد ايه؟ مامتك بيكلمك كل قد ايه؟ دايما كل يوم. كل يوم. مامتك خلاص، مامتك بتقول لك يا منى خسرنا النهارده نكسب بكره. بالظبط. باباكي بقى في مره افتكر مره كنت اول ما روحت هناك، ممكن عشان في دجله متعوده دايما على المكسب، ما كناش بنخسر في دجله، فروحت هناك الوضع مختلف. هناك تكسب ماتش تخسر ماتش كده دايما. ففي ماتشين ورا بعض خسرناهم، فانا ايه غصب عني لو بكلم ماما عيطت كده يعني، فانت بقى في تتكلم معايا وما تزعليش، النهارده خسرتي بكره تكسبي، ركزي في اللي جاي كده يعني. فكلامها ليه يعني حفزني اكتر وكده يعني. طموحاتك رايحه لفين بقى؟ ان شاء الله باذن الله يعني حاطه في دماغي ان انا اعمل حاجه كويسه مع النادي السنه دي، وباذن الله السنه الجايه اروح حته افضل. حلم حياتي ان انا اعمل حاجه مع المنتخب ونوصل كاس عالم ان شاء الله تتجمعوا، ويبقى منتخبنا يبقى رقم واحد في افريقيا باذن الله يعني. عشان احنا مش بعيد عننا، احنا عندنا لعيبه كتير كويسه وعندنا منتخب باذن الله قوي، وامل ان انا ابقى من احسن لعيبه في افريقيا. ان شاء الله تكوني، انا شايفك كده باذن الله، وابقى يعني واسمي يتحط ضمن اللعيبه اللي تبقى احسن لعيبه في العالم. ايه المعوقات اللي هنا في الكره النسائيه اللي انت عايزاها تتصلح غير المنتخب خلاص؟ عايزه اهتمام اكبر من الانديه الصغيره وبالناشئين، بقطاع الناشئين بالذات، عشان نطلع لعيبه كتير كويسه، مش نلاقي مثلا لعيبه او اتنين بس. يبقى في اهتمام كبير جدا بالناشئين، اهم حاجه اللي هم الناشئين دول. فنهتم بيهم ونهتم بالانديه الصغيره، ما نهتمش مثلا بنادي او اتنين، لا نهتم بالانديه كلها. عشان نعرف مثلا لما يبقى في اي حاجه نعرف نجمع من الانديه كلها لعيبه، ما نجمعش مثلا من الدجله والطيران دايما. واتمنى يعني اللي يبقى فيه اهتمام اعلامي بالكره النسائيه،
اكيد انا فاهمه بس يبقى في هو ضد بس هو جبناكي انت بعد الحلقه مش هتبقى ضد افكر كده بس فبس واهتم واتمنى يعني الاتحاد الكره يهتم اكتر بالانديه وبالدوري يبقى ونطور من نفسنا اكتر من كده في الدوري وبتمنى التوفيق يعني لمنظومه الكره النسائيه عامه في مصر. تلبيسي رقم كام هناك؟ 74. الله انت اهلاويه اهلاويه بقى دي اللي اخترتيه؟ جميل جميل قوي والله يا جماعه والله يا جماعه الالف دم اي حد منا فاجئتني بصراحه والله ما كنت اعرف تلبيسي رقم كام بقول لك كده يعني اخترت 74 اخترت 74 ايوه اخترتيه سؤال بجد بقى اخترتيه ان انا فعلا اهلاويه وعشان الشهداء وعشان الكلام ده كله ولا اخترتيه لمجرد الشو؟ لا لا والله انا ما اخترتوش مجرد الشو ولا حاجه انا كنت اخد كان في انا بحب اصلا رقم 11 انا كان ممكن اخد الرقم دوت بس فعلا انا حطيت في دماغي اول احتراف لي اخد الرقم دوت وفعلا خدت يعني مش عشان الشو ولا اي حاجه والله. لا انا عايز اطلع منك الكلام ده. لا لا والله مش عشان الشو ولا اي حاجه حتى عندي على الانستجرام شوف اصل يعني كل الستوري عندي انا الحمد لله اهلاويه وعيلتي كلها اهلاويين اصلا جميله جميله قولي لي مين اللعيب اللي نفسك تلعبي معاه او كان نفسك تلعبي معاه في مصر في الولاد كابتن ابو تريكه انا عارف ووليد سليمان هم عشان بيشبهوني بلعبه كمان يعني بجد. وانا بحبه مسميني الحاوي اصلا في مصر مسمينك ايه الحاوي بجد والله يعني ابو تريكه ووليد سليمان طب عالميا تشجع برشلونه ولا الريال انا بشجع برشلونه يعني بحب ميسي احنا كده اصحاب بحب ميسي جدا يعني وبحب كريستيانو بس ميسي عندي كريستيانو لازم يتحب طبعا بس ميسي معدي الناس كلها ميسي مش كده صعب ميسي ان احنا نقارن يعني. اي حد بيه ما ينفعش فعلا والله يا منى يعني بصراحه انا استمتعت بالحوار معاكي وان شاء الله تكوني حاجه كبيره جدا ان شاء الله شكرا محترم والسنه الجايه انت سنه واحده كويس انت سنه واحده انا كنت في الاول قلت سنتين يعني تاخدي على الاجواء لا سنه واحده عشان كمان تسيبي مصر لسه اول تجربه فعشان تتاقلمي خارجيا في نادي احترافي يعني محتاجه سنه وشويه لكن ماشي طالما انت جالك عقود احتراف مش اكتشف فريق الحمد لله يعني حلو قوي اكيد وان شاء الله اجي لك كمان في اسبانيا بقى ان شاء الله بعد كده نكلمك كمان لما تيجي لها سنه ورا ارتباطات لا مفيش الكلام هاجي طبعا الكلام ده كله اكيد من غير اي حاجه اكيد اي وقت طبعا والله شرف ليا طبعا ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزاه يا لا ربنا يخلي حضرتك واتشرفت بيكي والله شرف ليا وبشكر حضرتك على اللقاء الجميل دوت ومبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده وبتمنى ليكم التوفيق كلكم وباذن الله يعني يعني كنت حضرتك اتبسطت بالحلقه بتاعت النهارده انا اتشرفت بيكي والله وده شرف ليا يعني اللي انا بقيت موجوده النهارده يعني هنتابعك على طول وفخر ليا بجد هنتابعك على طول ان شاء الله نجيبك على التليفون وانت في تركيا نتابعك على طول ان شاء الله طبعا بس دايما تفرحينا بقى ان شاء الله يعني معلش يا كابتن اصل انا خسرانه لا, لا لا ان شاء الله جبتي كام جول؟ انا جبت جولين من 4 مباريات طب حلو جميل مين هداف الدوري هناك؟ متابعين؟ هناك هناك مريم واحده اسمها مريم جايبه 8 اهداف يعني جايبه 8 اهداف من كام ماتش؟ من 10 ماتشات ان شاء الله تبقي ليكي دور ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نورتيني وشرفتيني شكرا بجد شرفتيني شوفك كده في احسن انديه في العالم باذن الله يا رب باذن الله شكرا لحضرتك ربنا يخليك خلاص فقرتي معاكم انتهت هيكون معاكم بعد الفاصل النجم خالد العوضي ومعايا كل اخبار النادي الاهلي على مدار الاسبوع استنوه ودايما بتنوروني وتشرفوني ومع الف سلامه